هناك علاقة غريبة بين ما نراه أمام عيوننا وبين الأفكار اللي في عقولنا. أفكارنا الجديدة يمكن بحاجة لأماكن جديدة، أفكارنا الكبيرة يمكن بحاجة لمنظر طبيعي كبير وهائل، لأن العقل قد يمتنع ويتردد أنه يفكر بشكل سليم وإبداعي لو كان التفكير هو الشيء الوحيد اللي مفروض أنه يعمله. ولا يمكن أن نجد هذه الأشياء وإحنا قاعدين في بيوتنا، لأنه العقل تعود على الأشياء اللي بيشوفها، أثاثك، لوحاتك، الأبواب والشبابيك اللي في بيتك، كلها أشياء عادية، فمن الطبيعي أنه عقلك يخرج أيضاً بأفكار عادية. يجب أن يكون عنا الدافع لمواجهة هذا الجمال ونمتلكه ولو للحظات. السفر بعلم الإنسان طرق جديدة لحل مشاكله والتحديات اللي بمر فيها، لأنه بالمكان الجديد الأشياء غير مألوفة إلك، وهذا شيء جيد لأنك بتكون عم تتعرف على طرق جديدة في حل المشاكل من مصدر جديد مش متعود عليه من قبل. هذه التجربة بتقدر تنقلها لما ترجع على بلدك وبيتك، رح تبلش تحس كيف صرت واسع الحيلة وأكثر ابتكاراً وإبداعاً في تخطي أي أزمة ممكن ترجع تمر فيها. بالسفر أنت بتكون مستقل، وهذا بيرفع من مستوى الثقة اللي عندك، لأنه ما عندك من وما تعتمد عليه. أهم دافع للسفر هو تجديد الطاقة اللي عندك، تعرفك على ناس جدد، لغات جديدة، ثقافات جديدة، هذه كلها سبب لضخ طاقة جديدة في جسمك وذهنك. هذا الإحساس بالطاقة الجديدة ببلش عندي عند النظر في لوحة المطار اللي عليها وصول ومغادرة الطائرات. وين وجهتك مش مهم، الرغبة الحقيقية بإني أبتعد أي مكان، المهم أن يكون خارج عالمي. لما أقفز فوق الأرض والسكان والسماء والغيوم، لابد أني أصاب بتغيير عظيم. بحس في رغبة في إعادة الولادة، فرصتي لأتجاوز حدودي الداخلية قبل ما أصل حتى إلى وجهتي. بتخلق حالة بديلة للوعي اللي عندي، وبخدع اللاوعي لأعطي فرصة للأشياء اللي ما بحبها إني أرجع أحبها. السفر هو تذويب للحدود الفكرية اللي في داخلنا لإزالة الحدود الجغرافية اللي في خارجنا. أوجع وأقصى غربة هي أن نبقى في أماكننا التي تعودنا عليها.